فلذلك عند معظم الناس كلمات لا معنى لها. يقول لك أحدهم: لقد سخر القدر مني. أي قدر هذا؟ قلب له الدهر ظهر المجن. من هو الدهر؟ إله آخر؟ هناك كلمات يرددها العوام ليس لها أصل في الدين. حديث قدسي يشير إلى هذه الحقيقة، يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل، يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، ليس في الكون إلا الله، ليس في الكون إلا الله. وحينما تربط كل الجزئيات بخالق السماوات والأرض قطعت أربعة أخماس الطريق إلى الله. هذا هو التوحيد. إذا قال الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. حينما أمر الله أم موسى أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليمن، صندوق خشبي فيه طفل ولد لتوه، حركة هذا الصندوق بيد من؟ أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عندما واجه سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام البحر، ومن ورائهم فرعون، وما أدراكم ما فرعون بقوته وحقده وجبروته وقواته وأسلحته، هؤلاء يتبعون شرذمة قليلين. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. أنت حينما تؤمن أن الأمر كله بيد الله تكون قد قطعت أشواطا جيدة في معرفة الله. فهذا الذي يسب الدهر، من هو الدهر؟ هذا الذي يندب حظه، ما الحظ؟ يعني العوام يقولون: هذه البنت محظوظة، وهذه البنت حظات قلال. الحظ إله ثاني؟ ليس إلا الله، هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع، هو المعز، هو المذل، هو الناصر، هو الذي لا ينصر. حينما تربط كل أمورك بالله عز وجل تكون موحداً، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. بل إن كلمة التوحيد هي الكلمة الأولى في الإسلام، ولا تقبل من المسلمين تقليداً. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لو تابعت قراءة الآية: واستغفر لذنبك، يعني أنت حينما تعلم أن الأمر بيد الله، وحينما يأتيك شيء على خلاف ما تريد، حينما يأتيك شيء على خلاف ما تريد ينبغي أن تراجع نفسك. فالله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب الناس. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. هناك من يقول: الله يلعن هالساعة. أية ساعة هذه؟ تلعن من؟ حينما توحد ينضبط لسانك، حينما توحد يزول حقدك، لأن علاقتك مع الرحيم، مع العليم، مع العدل، مع الحكيم، مع اللطيف. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر،
وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فكلمة حظ وكلمة دهر وكلمة قدر وكلمة شؤم، الشؤم محرم في الدين، لا عدوى ولا طيرة. يعني إنسان يدخل إلى محله إنسان كادت تعقد بيعة دسيمة فلا تعقد، يتشاءم ممن دخل عليه، كلام ما له معنى إطلاقا. هناك من يتشاءم من رقم معين، من يوم معين، من شخص معين، هذه كلها خرافات لا أصل لها في الدين، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. لكن الإنسان حينما يأتيه شيء على خلاف ما يريد ينبغي أن يراجع حساباته. الحديث الذي ذكرته أول يوم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الآن المسلمون يلومون عشرات الأطراف ولا يفكرون أن يلوموا أنفسهم أبدا. كل مشكلة في حياتنا نعزوها إلى الاستعمار، شيء مريح، نحن ما لنا ذنب أبدا، إن رأى حفرة في الطريق يعزوها إلى الاستعمار أو إلى الموساد أو إلى الصهيونية. يجب أن نعزو كل مشكلاتنا إلى أنفسنا، لأن الله موجود ولن يسلم أحدا لأحد. حينما يسلمك إلى غيره لماذا تعبده؟ قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده. متى أمرك أن تعبده؟ حينما أكد لك أن الأمر كله، كله توكيد، إليه يرجع الأمر كله. لذلك أيها الإخوة، جسمك، أجهزة جسمك، قلبك، أوعيتك، رئتاك، دماغك، حواسك، من حولك، زوجتك، أولادك، من فوقك، من هو أقوى منك، من هو تحتك، كلهم بيد الله. فالمؤمن علاقته مع جهة واحدة، اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها، من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. يعني ليس غريباً أن يقول أحد علماء القلوب أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أيام تجد الزوجة في أطيب علاقة مع زوجها، وأحياناً تجدها في أسوأ علاقة. راجع نفسك. يعني دائماً في التربية قاعدة، أنك إذا علمت طلاباً ووجدت منهم ما يزعجك يجب أن تعلم أن هناك خللاً في تدريسك. الدرس الناجح والشخصية القوية والنفسية التي هي كالأب، هذه تجذب الطلاب، فإن لم تحسن ضبط الصف فهناك مشكلة في تدريسك وفي شخصيتك وفي علمك وفي قدراتك. عود نفسك ألا تعزو الأخطاء إلى غيرك، عود نفسك ألا تحابي نفسك، ألا تثني عليها، عود نفسك أن تتهمها دائماً، عود نفسك أن تعلم أن الله عادل، ما كان له أن يظلم، ما كان له أن يعطي أناساً ويحرم أناساً، ما كان له أن يعطي أناساً وأن يحرم أناساً، كلهم عباده. أروع ما قاله سيدنا عمر حينما رأى سيدنا سعد، سعد بن أبي وقاص خال رسول الله، وما من صحابة رسول الله صحابي فداه النبي كسيدنا سعد، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي،
وكان إذا دخل عليه سعد داعبه قال هذا خالي أروني خالا مثل خالي. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى سيدنا عمر بسيدنا سعد قال له يا سعد لا يغرنك أنك خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له فقط. وأنت حينما تتعامل مع الله مباشرة حينما يطلع على قلبك ليس فيه غل لأحد حينما يطلع على عملك فإذا هو وفق شريعة الله عز وجل حينما يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك أنت ولي من أولياء الله. ولو لم يكن لك مظهر ولي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أخطر ما في الإيمان التوحيد أن ترى أن يد الله تعمل وحدها. الناس يخافون من أقطاب أرضية تهديد من وحيد القرن يقلق العالم الإسلامي تهديد واحد يقصف أو لا يقصف ما نعرف والله. هم حينما يخافون من أقطاب الدنيا يقعون في عذاب نفسي قال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ثم يقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إخوتنا الكرام هل من مصيبة في الأرض تفوق أن تجد نفسك فجأة في بطن حوت في ظلمة بطن حوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل البهيم ومع ذلك نادى في الظلمات وكان في تغطية الحمد لله ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. القصة انتهت جاء القانون وكذلك ننجي المؤمنين. هذه واحدة. حديث آخر يقترب من هذا المعنى. يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر. لك الأيام عاطلة. ما معنى عاطلة؟ ما هي الأيام؟ يعني أنا أسوأ ما سمعت في حياتي بنشرة جوية إنه الطقس عاطل يعني في مطر إنه الأنيق الذي عايش غارق في ملذاته تزعجه المطر. فالأيام عاطلة أية أيام هذه؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. خاب ظني بالدهر خاب ظني بالأيام. الأيام والدهر والحظ والقدر هي كلمات لا معنى لها في الدين إطلاقا. ليس إلا الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الآن قد تستمع أنت إلى نشرة جوية أن هناك منخفضاً متمركزاً فوق قبرص متجهاً إلى القطر سرعته كذا. أيام الإنسان هذه النشرات الجوية ينسى أن الله هو الذي ساق هذا السحاب. ففي الأحاديث القدسية حديث دقيق جداً. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة يعني على إثر مطر. فلما انصرف
النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ والله أنا حينما تنزل الأمطار والله أسجد لله شكرا. لا ينبغي أن ترى هذه الأمطار منخفضات تتحرك والأرصاد ترصدها، ينبغي أن تراها رحمة الله عز وجل. يعني قبل أيام في تدمر نزل 38 مليمتر، هي معدل تدمر في العام كله بليلة واحدة، وإذا أعطى أدهش في ليلة واحدة نزلت أمطار العام كله. فقال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال، يعني قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر على إثر مطر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني منخفضات وسرعات وسرعة الرياح، أنا لا أنكر أن تستمع للنشرة الجوية، لكن أنا أنكر أن تعزو الأمطار إلى أسباب أرضية، ينبغي أن تعزوها إلى الله عز وجل. يعني مثلا أنا أقدم لكم بعض الشواهد. أحيانا العام الماضي والفضل لله عز وجل إنتاجنا من القمح 5 ملايين طن بفضل الله عز وجل وعن طريق الأمطار الغزيرة. في سنوات 600 ألف طن، أقل من 1 مليون طن إذا أعطى أدهش. فأحياناً 5 ملايين طن، أحياناً 600 ألف طن. قال: فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لذلك أنت لو استمعت إلى نشرات الأخبار أو النشرات الجوية يجب أن ترى أن يد الله وحدها تعمل، وأنه ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. والتوحيد هو المطلوب. وحينما تتهم نفسك دائماً، وحينما لا تحابي نفسك أبداً، وحينما تتهم نفسك عند كل مشكلة لا ترضيك، أنت قطعت 4 أخماس الطريق إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل غني عن تعذيبنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. التتمة: واستغفر لذنبك. إن رأيت أن الأمور كانت على خلاف ما تريد لا تتهم القدر، لا تتهم الدهر، لا تتهم الأيام السوداء، لا تتهم الحظ، هذه لا معنى لها، اتهم نفسك. والحمد لله رب العالمين.